بقيت نتفكر هذيك الحجره اللي كنا دايزين الخبيثه نزلت علينا بزاف. انت ذاك السيد ده نقول انا لو كان يعني نولي نتلاقاه به غنبدل معاه. قول لي يا ناصر، كنشوف خديجه ما كتهضرش بالاشارات، واش كتفهموها انتم شنو؟ لان كنلاحظ بلي الناس الاخرين كيهضروا بالاشارات، ولكن انتم واش ما علمتوهاش تهضر بالاشارات ولا كيفاش؟ لا هي كانت علموها مولين الدار لحقاش هي كبر مني، ما يمكن ليش انا نقدر فهمتي نعلمها لحقاش هي كبر مني. مولين الدار الوالدين كما كيقولوا لينا الوالده ديالي والوالد ديالي قال لك كنا كنعلموها، ولكن ملي كانت يعني مرضات لينا ووقعت واحد يعني واحد المشكل ليها هي كانت بحال مثلا تقاصد، ملي تقاصد لينا ما بقاتش كيف ما كانت، يعني عاد زادت في هذاك المرض ديالها. ملي مرضت يعني ما بقاتش في الصحه ديالها كامل، وتبارك الله هي كانت صحيحه بزاف وما كانتش يعني بحال ما هو كيف كما كتشوفوا، يعني نقصت بزاف. كانت صحيحه تبارك الله، حتى من الخدمه اللي كنا كنمشيو كانت عندنا الغلم وكانت عندنا الكسيبه كنا كنمشيو نحشوا ليها. كان كيجيو الاساسه ما كيخليوناش يعني من الجرده يخليوناش نحشوا ولا شي حاجه، تحيدوا الربيع ياخذوا لنا الربيع يشرقوا لنا الخيش كي كاع، المهم ياخذوا لنا حتى داك الحمار اللي كنحشوا ليه كيديوه لينا. كانت هي قسما بالله لا واحد الراجل تحقر عليا بزاف ما نساهاش هذيك، والله تهزات مسكين قسما بالله، والله تهزات باقي نتفكر. سبحان الله دابا كنشوف كتتكلم والفم ديالك تينشف، يعني ربما كنتي تاثرتي في ديك اللحظه. يا رب اسمح لي ما كتبش عليا. لا حول ولا قوه الا بالله. صافي اخويا بلا ما تبكي، هاد الدموع علاش بكيتي دابا؟ بقيت نتفكر هذيك الحجره اللي كنا دايزين الخبيثه نزلت علينا بزاف. انت ذاك السيد ده نقول انا لو كان يعني نولي نتلاقاه به ونشوفه الوجه في الوجه وفي هذه اللحظه هذه تنقول يا رب اسمح لي نقدر نقتله. لكن ماشي مشكل، الله يسمح لي. الله شوف بصح قسما بالله ما حتى انه شداته دابا ذاك الراجل اللي يا رب يسمح لنا قالوا لنا تقريبا مات واقيلا والله ما نعرف. الله يسمح لي. حتى انا خشيت لي من جل شدات لي دارت لي من جل هنا كتعاد ذبحه وجع الوالد ديالي هو اللي ما خلاهاش تقتل في هذيك الوقت. شو سبحان الله كتحس بيه كتحس دابا عارفه على من كتهضر. تقريبا كتفهم يعني ملي كنكون كنهضر على هادشي كتفهم انا كنهضر على هادشي يعني. بزاف الناس حتى شحال من واحد يقول لي كاع في التعاليق ناصر علاش ما كتمشيش تخدم وهذي. بالنسبه لي علاش ما كنمشيش نخدم لانني كنت فايت معرض لواحد الحادثه شحال هادي، مشيت نخدم في البني لانني خرجت صغير ملي كانت في عمري الله 17 سنه وباقي ما تنعرفش نخدم هذيك الساعه، وطحت من العماره من الفوق وكان تشقق ليا العظام في السلسول في العمود الفقري، وقال لي الطبيب مو حال تقدر تهز الثقل بزاف بحال بالنسبه للخرجه ديال السيما ولا تقدر تبقى خدام نهار كامل. كنا كنخدموا هذيك الساعه من 6 ديال الصباح من تقريبا في الجديده حتى القديمه مع في نفس الوقت الخمسه ني، هذاك الشيء علاش ما كنقدرش نمشي نخدم. ورغم ذلك كنكلف على راسي لان هما اللي الدار ما كانش في حالهم. وهذه هي الهضره اللي كنقول للناس، تنقول ما عمركم تكلموا على شي واحد خصكم حتى تلاقاو به وتعرفوا اشنو هي الحقيقه. ها شحال واحد دابا غيشوفك غيقول شوف هو باقي صغير وما كيخدمش، ولكن ما عارفينش شنو هي الظروف ديالك. الحمد لله ما نكذبش عليك، رغم ذلك انا نقدر ندير اي حاجه، ما عمرني ما نقدر ننسى يعني داك الشيء اللي انا تعلمته، نقدر نخدم اي حاجه. ورغم ذلك تنحاول نخدم هذه الخدمه لانني لقيت فيها راحتي ومرتاح فيها الحمد لله بحال ما هكايا، وعاجبني الحال في هذه اللحظه هذه لانني ماشي خير ما ننساش شحال دعيت، دائما كنا كندعيو تغير حياتنا وتولي احسن من هكايا. للإشارة كان ناصر كان مكرفص مسكين الحمد لله، ولكن ربي كبير والحمد لله، راه ربي هو اللي كيرزق وربي هو اللي كيغير الحياة ديال كل واحد، وراه تيخدم واخا كيبان لكم ما تيخدمش، راه تيخدم كيمشي كيجيب شوية ديال الربيع ويجيب شي حاجة وكيعاون مولين الدار ديالو، ولكن راه ربي كبير، راه الظروف ديال كل واحد، راه كل واحد ظروفه. خديجة اختي راه ما كانش ما كنعرفش عارف بزاف الناس، كاين بزاف الناس اللي غالطين في خديجة اختي بحال ما، لأن خديجة اختي راه ما كانش بحال ما وما كانتش في هذه الحاله. خديجة اختي راه كانت وقعت لها واحد المشكل اللي كبير بزاف، كانت كتمرض كتمشي اكثر من 5 كيلومتر على رجليها،
كان انا ما نعرفش شحال من كولومتر اللي كانت كتمشي فيه من هنا لسيدي سليمان. كانت كتمشي عند واحد الناس كتمشي عند تاع حمود خوك اللي كنت تعرف حمود خوك، راك تعرف حمود خوك فين ساكن. كتمشي حتى للماكينة تمشي عند من سيفته عند موت زهرة، تمشي حتى للماكينة تاع على رجليها. ما اصلا ما مره ما مشيت لتما لسيدي سليمان ولا عارفه الدار، ولكن ملي كانت قاصد تعرضت لهذا المشكل ولات كتمشي حتى للماكينة الراسة تلقائيا كتمشي الراسة ما عمرها ما عرفت هي ديك الدار. سبحان الله الحمد لله. وخرج اختي زعما كاين رغم ذلك كانت ماشي غير خوتنا، كانت هي ام لينا حنا كاملين. راه نصر خويا هي اللي ربات، هي اللي ربات قسما بالله. ماشي انا نقول لك قدام قسما بالله ما تهضرش، انا قدام امي تنقول لك والله ما امي اللي رباتنا. عرفتي فاطمه قسما هي اللي رباتنا حنا كاملين. عرفتي قسما بالله هي اللي رباتنا حنا كاملين. الوالده ديالي كانت كتخدم مع جدي وكتخدم مع جده في الحصاد، يعني كانت الوالده ما كانتش كتخدم معنا حنا كاملين. بقات اختي اللي هزتنا حنا كاملين كنا صغار. الحمد لله انت شتك راه درتي ليها قناه. الحمد لله مسكينه قالت لك راه تهرسات من يديها هي تهرسات مسكينه، ورغم ذلك كتخدم وكتخدم وكتكافح كتكافح. كنتمنى ان شاء الله النجاح ليها في القناه ان شاء الله ان شاء الله تحسن الاحوال ديالها. راه تا هدى كافحت معها حلت ليها قناه هي وناصر والله يوفقها يا ربي امين. اوه هي وهدى راه بحال الخواتات والحمد لله راه درت ليها القناه ديالها. شنو سميتها؟ عالم خديجه في البادي. عالم خديجه في البادي. راه الناس تفاعلوا معها والقناه ديالها غاليه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. راه عجبها الحال قالتك زعما الناس كيشكروها. مسكينه كتشرح يعني راك انا عارفه بلي كنهضروا على القناه. انا راه واخا ما كنفهمش بزاف ولكن راه فهمتها مسكينه. فهمتها بان راه مسكينه هي كنطاحت وتهرست. هي معها ما كتهضر ما كتسمعش فيما قصناها كتغوت مسكينه. لوينا لها 10 ويطات تنسحبوا على بالنا عاد قصها. النهار اللي صافي دارت وحيدت حش العظم من هنا ملي ديناها للجبار قالنا راه مهرسه وباريه وبرات معوجه برات عوجه. هادي ما قديناش واش نديها ويقول لي هرسها ويولي جبرها. ما قديناش عليها هي ما كتهضرش. هادي عوجه وهادي مقاده. ها خارجه لهادي وخارجه لهادي من جوج بلايص. على جوج بلايص قالت توليو تهرسوها ما قديناش عليها نعذبوها وقلينا. ايوا الحمد لله الحمد لله. الحمد لله الله يخليها لك راه هي اللي منساك. الله يخليها لك حتى هي مسكينه راه كتخدم وكدمر كلشي كدير كلشي كدير كلشي. بصح بصح انت عاوتاني الله يطول لك العمر. انت الله يطول لك العمر لان هي عاوتاني راه محتاجه الام والاب. الحمد لله حتى الخوت هما معاونينها. الله يحفظك. وناصر تا هو ما عندي ما نسى ليه لا هو خديجه ولا هو لا هدى فتحوا لها القناه بعدا الحمد لله باش تستافد منها هي والوالده ديالها. وسمحوا لنا طحنا في موضوع في الحق مؤثر ديال ناصر ومسكين. شوفوا الحاله ديالو كيفاش داير وكيفاش تاثر ملي نسمع اختو لان اختو هي اللي رباته. هي اللي رباته. ايوا الحمد لله. كتلقى الخوت بحال هكا ولكن الحمد لله. الحمد لله. بسم الله. هدى التربيات ناصر. الحمد لله والسلام عليكم المشاهدين. وسمحوا لنا حتى شي فيديو جديد ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله بالسلامه عليكم. وسمحوا لنا بزاف بزاف والله يجازيكم بالخير.